قلت لكم انا بحب قد ايه الريحان؟ ما قلتلكوش لسه؟ ما قلتلكوش قصتي مع الريحان؟ ان كل ما اروح السوق لازم اجيب ربطه ريحان واجي احطها في الثلاجه وبعدين اطلع اللي كانت موجوده في الثلاجه وارميها، لانه انا بجيب الريحان تقريبا كل 3 ايام بحس بالامان والريحان في البيت. طيب انا بعمل ايه دلوقتي؟ هحط الريحان في ميه مغليه ليه؟ يعني كل ما في الموضوع ان انا عايزه اعمل له بس كده في الميه السخنه 5 ثواني بالعدد واطلعه على الميه الساقعه. ليه؟ انا عايزه اعمل الصوص بتاع السمك المقلي، عايزه اعمل حاجه اسمها صوص الريحان للسمك المقلي. عشان الريحان يحتفظ بلونه الحلو الاخضر المزهزه ده ينزل في ميه مغليه 5 ثواني ويطلع على الميه الساقعه المتلجه دي اللي فيها تلج. مش نروح نجيب التلج لسه، لا، كله يبقى جاهز جنبي واطلعه على طول، وبعد كده هروح اعمله في المطحن. فانا كل 3 ايام بروح اجيب ريحان. مجرد ان الريحان موجود في الثلاجه انا بحس بالامان. عايزه اعمل اي حاجه هلاقي ريحان، عايزه اعمل بيستو هلاقي ريحان، عايزه احطه على بتاع، هعمل صوص مكرونه علشان ناكل مكرونه، ريحان. الريحان عندي يعني من اساسيات زي الملح والفلفل كده. يعني ينفع البيت يبقى فيه مش ملح وفلفل، انا ما ينفعش عندي الثلاجه ما يبقاش فيها ريحان. بس هو بقى للاسف بيسود بسرعه، عشان كده دايما بجيب منه كتير. هناخد بقى الريحان ونروح على المطحنه. وكالعاده نسيت الزيت، الزيتون، هجيب زيت الزيتون. هحط هنا الريحان وهحط معاه شويه زيت زيتون وهطحنه بس، خلاص هو ده كل ما في الموضوع، مش محتاجين حاجه اكتر من كده. شويه زيت زيتون وشويه الريحان وخلاص. نحطه بعد كده في الثلاجه، بحطه في برطمان، بشيله بقى في برطمان في الثلاجه وبس، بحط عليه طبقه زيت زيتون محترمه عشان انتوا عارفين انه الحاجات دي في الثلاجه بيحصل لها ايه؟ بتسود. وحاولت ازرعه، حاولت قد ما حاولت بصراحه مفيش فايده. اللي بيطلع نوع تاني من الريحان، مش هو الريحان بتاع الاكل اللي احنا بنجيبه من السوق، بيطلع كده نوع معاه ورد، مش ده اللي انا عايزاه بصراحه. وكل ما يجي جنايني عندي اقول له لو سمحت ازرع لي ريحان، بيجيب لي الريحان ويزرعه ويطلع الريحان اللي هو الحلو بتاع الريحه بس، اللي هو زي اللافندر ده. نطحن كده طحنه وبعدين نحط زيت الزيتون. ادي زيت الزيتون وبعدين نقفل كده. شايفين الصوص؟ شايفين اللون الاخضر الحلو؟ هو ده اللون اللي انا عايزاه. بس كده هناخده بقى دلوقتي ونبتدي نحضر بقى في السمك المقلي وبعدين نبقى نقدمهم مع بعض. دلوقتي بقى السمك المقلي اللي انا بعمله ملوش اي علاقه خالص بالبيض والبقسماط والكلام اللي احنا بنعمله ده خالص، لا، موضوع مختلف شويه. هنا هحط عجينه معينه هعملها، وهنتبل الاول بس السمك بالملح والفلفل والكمون والليمون وايه كل التحابيش اللي احنا بنحب نعملها عشان السمك يطلع ريحته حلوه وطعمه جميل. شويه بودره ثوم، بصراحة هو ده تقريبا يمكن احتمال الطبق الوحيد اللي بستخدم فيه بودرة الثوم. يعني بحس ان انا مش محتاجة ابدا استخدم بودرة الثوم في اي حاجة، بس هو ده الطبق الوحيد اللي انا عايزة فيه، لانه مش عايزة بصراحة، مش عايزة الثوم يبقى مكلكع كده وفيه حبيبات حتى لو كان مهروس. الكمون وبعدين عايزين الليمونة، ادي الليمونة هنتبل السمك. مش هياخد وقت كتير في التتبيل، انتوا عارفين يعني ايه، مش محتاجين ان هو ياخد وقت كتير، بس مجرد كده يشم الحاجات دي على ما نعمل العجينة بتاعته. بس انا بحب استخدم ليمون كتير بصراحة. كده
وبعدين نجيب بقى هنا ايه؟ نجيب دي. لسه في ملح وفلفل، شوية ملح، شوية فلفل، وبعدين هناخد بقى السمك ونحطه في التتبيلة دي. ونسيبه بقى شوية. بس كده. تأكد بس ان كل الايه الشرايح السمك اتغطت كويس بالثوم والكمون والملح والفلفل. خليه على جنب. نجيب بقى بول ونعمل فيها العجينة. دقيق رز ودقيق عادي وكورن فلاور وبيكنج باودر. طيب وبعدين ايه اللي هيربط الحاجات دي كلها مع بعض؟ اللي هيربط الحاجات دي كلها مع بعض في حاجة كده بتلاقوها في السوبر ماركت، انا شخصيا ما بستعملهاش الا في الاكلة دي. مية فوارة. هنحط كده زي معلقتين كبار من الدقيق العادي مع معلقتين كبار من دقيق الكورن فلاور او دقيق زي اللي هو بنسميه النشا مع معلقتين كبار من دقيق الرز. هنحط كمان بيكنج باودر. تمام. هتطلع عجينة هشة وخفيفة وهتلاقوها كده عماله بتفور كمان، خصوصا انه الميه دي هي اللي هتعمل لها الفوران ده. بصوا ونضرب بقى الحاجات دي مع بعضها كده ايه كويس ضربه حلوه. بتفور، بصوا بتفور ازاي. انا عايزه نضرب ونحط ميه، انا مش هقدر اقول لكم نحط قد ايه، احنا بنحط حسب ما شايفين العجينه عامله ازاي. العجينه مش المفروض انها تبقى تقيله، مش المفروض انها تبقى ميه، تحسوا بيها بقى كده. دلوقتي بعد ما خلطناها نبص كده اخبارها ايه. بصوا هو ده التخن اللي انا عايزاه، وبصوا فايره ازاي. نجيب بقى دلوقتي طاسه ونحط فيها زيت غزير عشان نحمر. السمك المقلي بموت فيه، بحبه جدا بصراحة. أحيانا بحبه أكتر من السمك اللي في الفرن، بحس كده فيه كده قرمشة وفيه دلع كده. هنحط الزيت وأول ما يسخن هنحط السمك. كده تقريبا خلاص الزيت سخن. هنيجي بقى ناخد السمك هنحطه ونغطسه هنا وبعدين هننزله في الزيت. ناخد تانية وننزلها في الزيت. بصوا بقى الحاجات الصغيرة بقى اللي نزلت من العجينة لما دخلت على الزيت لوحدها بقت تعمل كور كده صغنطوطة ازاي. ممكن الجمبري يتعمل كده كمان. مش هياخد وقت خالص، سريعة جدا جدا. دي تقريبا قربت. دي بقى مع صوص الريحان يبقى طعمها في منتهى الجمال. السلطة كمان اللي عملناها. خليني اجيب بقى الطبق اللي هنقدمها فيه على ما هم ايه ياخدوا الوش الاخرين. هحط هنا الصوص الريحان هنا ونشوف اخبارهم ايه. دول انا عايزه بس اطلعهم الاول على طبق
دي خلاص كده. دي خلاص نقلبها بس دي شويه عشان الناحيه الثانيه بس لسه ما اتحمرتش، عايزين نحمرها كويس. السمك يعني ما بيحتاجش وقت خالص على النار، انا حتى هقفل وخليها تتحمر في الزيت السخن اللي هو يعني خلاص دلوقتي بس كده. وده بقى السمك المقلي اللي على طريقتي من غير بيض وبقسماط ومن غير دقيق، بس عملنا خلطة دقيق بالمية الفوارة. نقدمه مع صوص الريحان.